النهاردة بقى يا جماعة حبينا نغير الأكل ونجيب أكلتنا العشاء. معانا تشكيلة من السمك المقلي، بربوني، دينيس، مكرونة، شبار، تمام، ومعانا الرز الأبيض، ومعانا السلطة، ومعانا البصل الأخضر، والبتنجان بقى بالدقة. ويلا بينا على الحكاية دي، على الحكاية الرواية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا طبعا، احلى عيلة في الدنيا. اه والله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة، صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ الفيديو هطلب من اخواتي وحبايبي يدعوا البابا بالرحمة والمغفرة لربنا، يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته يا رب. بصوا بقى النهاردة معنا ايه؟ معانا سمك تشكيلة، بربوني، معانا مكرونة، معانا دينيس شبار ابيض كده، ومعانا سلطة، ومعانا رز سوري على الصوت اللي في الشارع، ومعانا بصل اخضر وبتنجان. ويلا يا علي الاحسن، الموضوع اكبر مني ومنك بكتير. ماما عارف تتكلم عربي؟ لا لا انجلش في فيري فيري ماتش. ايه مين ده؟ سبيك انجلش فيري فيري ماتش. تو سبيك انجلش. بصوا بقى يا جماعه، انا عايزه اخد راحتي. اتفضلوا معانا يا جماعه. انت ممكن تعمل ايه؟ تجيب الشوك قصادك كده زي ما انا عملت، تقرب الطبق عشان تعرف تاكل. يا محمد تحطه هنا. قلبي عليك والله يا ابو محمد، قلبي على جوزي الفطر وقلب جوزي عليا يا جماعه. بسم الله نبدا بالمكرونه. ده سمك مكرونه يا جماعه، مكرونه والبربون والدينيس، مش الشباب بقى. ده اسمه فواكه البحر مع الجمبري والكابوريا سيدي وشاء السمك. مش انا مش موجود. لا يا علي انسى. ايه رايك يا عسل؟ انت ايه رايك يا ماما؟ النهارده السمك حلو. مش بحب السمك. قول لهم انا شربت عشان تاكل سمك، عامل لك ايه؟ موز والنوتيلا. ده موز بالنوتيلا. ايوه عشان يرضى ياكل سمك وعداني. بصوا يا جماعه، اكل السمك بقى ما يحلاش الا في ده بصراحه. محمد ممكن تسكت؟ اللي عليكم في الكومنتات يا محمد ان السمك ده مغذي ليه؟ اكتبوش تفهيم، اكتبوا محمد اللي عايزه يعمله. ايش اخوات محمد؟ اكل هم بيحبوه. السمك المكرونة تحفة، مليون المية جامد. هما البربوني بقى اللي انا باكله ده بقى البربوني. انا ما احبش الباقي بس احب انا اول مرة كأني ادوق المكرونة. هو انا اكلته قبل كده؟ لا نسيت، بس المهم ان هو جامد. وهو صغير كان بيحب السمك. بس يا عيني الكبر بقى محمد يكبر. ابني عجز. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ شفتوا يا عم؟ السمك ده انا اقصر راسه طماطم ما يخوفش كده كده بتقصر راسه. الدنيس بقى السمك ده طماطم لو دايته هتقول لك انا عايز اخد لهم سمك. ايه
اخبرهم عنه. بتنجان ابو محمد بلدي. ايه ده؟ بيقولوا لي البتنجان ده بلدي. بس انا عجبني. قلت له انت راجع من الشغل هات لي من نفس الراجل صح؟ انت قلت له عجبهم؟ بس يا ميدي بإذن الله سبك أبو محمد. أخذ عليا أكلة محترمة من ست محترم. لراجل محترم. بياكلوها ناس محترمة. هو بياكلوها ناس محترمة حنان بتقول. والأكلة دي كانت ناس محترمة عمالين نقول. مين هما بقى؟ بيت أبو أحمد عمالين نقول الأكلة دي كانت عايزاهم. ليه بقى؟ أبو أحمد ما بيحبش المقلي بس بيحب الأسماك الصغيرة صح يا ماما؟ البربوني بقى البربوني ده كان جاي عامل زي ايه يا علي؟ بلح فراوله بلح الزغلول ما اقولكش ما هو خدي بالك البربونيه الحمراء الدم دي دي بلدي بلدي رهيب. يا رب نلحق نمنتج الفيديو وننزله ان شاء الله. نفسي تجيب لنا شقق فول من عربية الفول ونعملها معاهم. ايه رأيكم يا جماعة؟ شو يعني سندوتشات؟ طب ما هو اللحمة نجيب الفول ونعمله؟ لا الشقة اللي من العربية دي رهيبة. وبقى قدامهم بالظبط. نعمل السندوتشات قدامهم. لا لا لا. لا بتنجان الراجل كده وفول الراجل شقق جاهزة. هقول لك. يوم الجمعة بقى وأنا إجازة. كده نعملها لهم على القناة التانية. عمالين نسنق ليه في ايه؟ حد بيجيب في سيرتنا يا جدعان. لو انتوا ما تجيبوش في سيرتنا حطوا لايك بس وانتوا ساكتين.
تسمعوا كلام محمد. بجد الشنقة ضايقتني قوي. بالله عليكم يا جماعة تتفرجوا على الفيديو من اول الاخر وتحطوا اللايك. طبعا انا بشكركم على لايكاتكم الجميلة وعلى وقفتكم جنبينا يا احلى اخوات في الدنيا وعلى كومنتاتكم الاحلى واحلى. مش عارفة اقول لكم ايه. احلى علا في الدنيا والله. عايز اقول لكم البربون والمكرونه معايا يكسبوا عن الدنيس. وانا بجد والله. وانا لك من الوشوش. بألف هنا يا ابو محمد. تسلم عليك يا بنتي يا شوشو. تسلم يا قلبي يا شوشو. انا يا جماعة مش قادرة والله. ليه؟ مش قادرة خالص. الاكل ده جميل جدا. الاكل ده ما يتسابش. انا لولا التحدي باكل قصادهم صح ولا لا يا ماما؟ تعاكفني بايه يا ابو محمد؟ نجيب من الاخر. لا بصلاه حف؟ لا يا بابا يا اعلامي كله بصلاه. ما مقدرش والله. لا والله تقدر. والله ما اقدر. طب جرب. على فكره كان عنده في سيف. انا قلت له لا. قول بس بصلايه. بهون عليك. والله ما اقدر. بصلايه. ده باكل بقيت بتاعتي. لا بصلايه كمل. والله ما اقدر. وحياة انت هتعمل انت هتعمل زي بعض. ابو محمد كل بصل وانسى اللي حصل. ما اقدرش والله يا عم انت عارف اكل دي. لا بصلايه. ماشي يا عم. كلها كده وريني. ايوه عارفه انت كده مره واحده احسن. فنزاتي ياخدوا حقي. فنزاتي يقولوا لي على عقبات. كملي البصلات. بص انا هخلي مهما انا بص انا بص انا هخلي الحاجه الكبيره اللي ربنا يخليها ماما فاطمه هي اللي تفكرني في عقاب اكبر بيه. ماشي. بس فكري لي يا حاجه والله ما اعرف اكله حاجه. مهما تتكلمي تاكلها. شايفه يا فاطوم؟ شايفه يا سمسم؟ شايفين كلكم؟ احسن والله ما اقدر. وانا اتعاقب بس كمين البصلايه. والله ما قادر. بابا ما ازاز كده سمك. بابا يلا ماما. نعم بسرعة عشان هتعمل لي موز بالنوتيلا. خلاص عشان الموز بالنوتيلا لمحمد. حرام عليك والله. خلاص ماشي عشان بقى الموز بالنوتيلا. هتعمل لي محمد موز بالنوتيلا. والله بص يعتبر اكل هاني. انا اللي دفعت عنك. ها ربنا يخليك ليا يا قلب ماما عشان بس انا مصممه
هيفكرني في عقاب ويكتبوا لي في الكومنتات والحاجه هتفكرني في عقاب. مش هون عليهم بعد اللي انت عملته ده هتهون. كله يقول ابو محمد يهون. بس كده. وده كان فيديو بتاعنا يا جماعه. وسامحوني والله العظيم هرجع للتحديات. بس فعلا فعلا اليومين دول انا باكل اصلا بالعافيه. انا عايزه اشغل القناه وكده وانتوا هتقفوا جنبي. انتوا واقفين جنبي اصلا ومكبريني واقفين ولا ظهري. والله والله احلى اخوات في الدنيا اللي ربنا يعني ربنا اداني نعمه ان انتوا اتواجدتوا في حياتي كده عشان تخففوا عني وتبقوا حاجه حلوه بالنسبه لي. الحمد لله. لايكات بقى بعد الكلمتين الحلوين ده كلنا نحط اللايك. انتي كل الكلام ده وما حطيتيش اللايك انت عليكي قلبك جابك. هو بالظبط بيبقى عامل كده الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.